Unité 5. L'eau et la vie. Activité de l'exercice écrit. La page 144. Ambiance barbeille. Seul ou elle, je complète les mots. Le mot. Je complète Okmilul Kelima avec les syllabes Bil al-Horof. Des syllabes différentes. Horof Mutanouya. Pour avoir les deux mots, pour avoir deux mots, les okawina, les kouna indi, kalimatayn. Iden, indi hnaya, jour, yaw, jour, indi hna, journal, journal, jarida. الكلمه كان نزيد لهنا نال والكلمه الثانيه يعني جورني جورني هو اليوم اذا كان كنزيد لها ني عندي بور بور لو بور اذا عندي هنا بورتور بورتور هو الحمال الذي يحمل الأثقال بورتور يحمل أشياء ان بورتور كنزيد لهنا اور بورتابل بورتابل كنعرفوه التليفون إذن كنزيد لهنا ابل بلون بلون إذن عندي هنا بلونتي Il plante yaglisso, il plante les arbres. Planter yaglis, qu'est-ce qu'il y en a? ER. Planter, c'est le mot, c'est le fait, l'amr, planter. Il y en a planter ou le fait, et même il y en a pour l'amr qui veut planter. Il y en a planter, il y en a EZ. ناج ناج يسبح يسبح عندي هنا ناجي ناجي أيضا يسبح إذا نزيد ليها إر لأن هنا ناجي الفعل وهنا الناج هنا مصرف الفعل إل ناج لا تخوازيام بيرسون دو سينغولي Nageur, nageur, sbah. Iden, kenzilia, heure, heure, yad. Deuxième question, dans cette grille, fi hadi shabaka, je retrouve أجدوا لي مو سويفون هذه الكلمات التالية كلمات التالية سورس سورس يعني منبع إذا غنقلقها في هذه الشبكة هي هذه سورس جورني جورني هو اليوم نوجدوا في هذه الشبكة نعم جورني بلوي بلوي المطر او الشتاء بعدا نلقى في هذه الشبكه واللونه بلوي هي هذه بلوي لو ملونه بالاخضر الكلمه الثانيه بوتابل وندي لو بوتابل الماء الصالح للشرب نلقى هنا بوتابل هي هذه بهذا اللون هذا وعندي هنا الصواف الصواف هذا الصواف معناه فيه العطش هذه الكلمة ما كيناش بوي بوي البئر ما كيناش او الماء اذا غلقها هنا او هي هذه او اذا هذه
هذا هما الكلمات وكنلونهم كل بلون. troisième question j'écris deux ou trois phrases pour ce dessin action جملتين deux ou trois أو ثلاث جمل trois phrases pour ce dessin لاحظوا هذا الرسم هذا كاين طفل هنا اش كيدير الطفل كيغسل الاسنان ديالو il se brosse les dents Qu'est-ce qu'il fait aussi? Regardez, il y a un robinet. De l'eau qui coule du robinet. Donc, j'utilise les mots estamilo. J'utilise estamil. هذه الكلمات. هنا هذه الكلمات. عندي Il faut ينبغي أو يجب il ne faut pas لا يجب l'eau du robinet الماء ديال صنبور le robinet هو صنبور laisser couler gaspiller un tordeya se brosser les dents arsil awla arsil asnani idan jumlatayn ghatkun jumla loula il faut ou bien il ne faut pas il faut se brosser les dents إذن يجب أن تغسل أسنانك. Il faut se brosser les dents. جملة ثانية. Il ne faut pas. لا يجب. Il ne faut pas. لا ينبغي. Il ne faut pas laisser un تترك couler l'eau الماء يسيل du robinet من الصنبور. خصك تخلي الماء يسيل من الصنبور. من الروبيني donc il ne faut pas laisser couler l'eau du robinet جملة الثالثة il ne faut pas gaspiller l'eau لا يجب إضاعة أو تضييع أو تبذير الماء اخيرا ناتي الى هذه لا ديكتي كتبقى اختيار ديال الاستاذ شنو غادي ندير لكم اذا ناتي الى النهايه وشكرا على انتباهكم